السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أمر مهم جدا، ألا وهو إدارة العقود في البيم. العقود جمع عقد، وهو اتفاق بين شخصين أو أكثر، أو طرفين أو أكثر. الطرف ده ممكن يكون شخصين، ممكن يكون شركتين، ممكن يكون شخص وشركة أو أكثر من شركة. المهم ما ينفعش إن هو يكون شخص مع نفسه، لازم يكون أكثر من طرف. وممكن يكون البيم حل لمشاكل في العقود، يعني ممكن هو يكون توضيح للعقود فيبقى الموضوع أسهل بكتير. وممكن يكون عائق أو مشكلة، أو ممكن بسبب عدم فهم طبيعة البيم يكون فعلا سبب في مشاكل وتوصل للمحاكم. ممكن كل الأطراف عملوا شغل مطلوب منهم، بس لأن الاتفاق مش واضح ففي مشاكل بتحصل. كل طرف بيرمي المسؤولية حاجة معينة على الآخرين، لا انت المفروض انت تعمل ده، لا المفروض انت تعمل ده، لا طب ازاي، طب كذا، فتحصل مشاكل والمشروع ما يتمش. وفي تقريبا نسبة كبيرة جدا من المشاريع ما بتتمش بسبب ان العقد ما كانش واضح، وكل واحد بيفسر العقد على هواه. طيب نبدأ كده نسمي. اولا ابدأ اعرفكم بنفسي، انا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم اريبيا والمدير العام لمركز بيم اريبيا، وشغال بيم مانجر ما يقارب من 12 سنة، وباحث مساعد في جامعة قطر. وبيم أريبي هو مركز معتمد ويصدر منه مجلتين عربي وإنجليزي، وفيه 2 جورنال محكم عربي وإنجليزي برضه، وإحنا مهتمين بمجال البيم. إحنا دلوقتي في المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات، ونسأل الله إن هو ييسر خير لكل القائمين على المؤتمر دوت. طيب هي إيه المشكلة؟ ليه البيم ده ظهر؟ البيم ظهر لأن حصل مشاكل كتيرة جدا في صناعة البناء، فوجئنا إن صناعة البناء هي الصناعة الوحيدة التي مش بتتقدم. يعني إيه مش بتتقدم؟ يعني مقارنة مثلا بالسيارات، هتلاقي ال50 سنة اللي فاتت دول حصل نهضة كبيرة جدا في السيارات، بينما صناعة البناء ما بيحصلش فيها الموضوع دوت. صناعة الموبايلات نهضة كبيرة جدا، ما كانش فيه موبايلات من 50 سنة، وبقى أصبح فيه موبايلات، دي بقت كل شهر بتطلع حاجة جديدة. فاحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وفي هالك كبير جدا بيحصل، قد يصل لتلت المشروع هالك. فمحتاجين نقف وقفة كده، ايه سبب المشكلة وايه الصناعة ديت اللي بيعمل فيها أكبر قدر من البشر؟ يعني مقارنة بالصناعات الأخرى، صناعة البناء أكبر صناعة بتاخد ناس عمالة، وبعدين تقريبا 30% من المشاريع لما بتخلص المالك يقول لك لا مش هو ده اللي أنا عايزه، أو تعدي البادجت أو الوقت، أو في مشاكل. 90% من الكلاينت يقول لك لا ده مش هو ده اللي أنا كنت عايزه، لا 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 زي ما فهمش أنا عايز إيه. تمام ليه؟ لان هو بيشوف مخططات مثلا 2D او بيشوف كذا، ما بقاش متصور شكل المبنى. فاحنا محتاجين تكنولوجيا تخلي المالك يشوف المبنى اثناء التصميم، يعني واحنا لسه بنفكر عايزين ندخله جوه المبنى، انما لما توري له شويه شخبطه 2D ما بقاش فاهم. يعني مع احترامي للرسم الشخبط، انا برضه بشخبط كتير، بس دي لغه بين المهندسين او بين المعماريين، قد لا يفهمها الكلاينت او الزبون او العميل. بالعكس ممكن تكون في رسومات 2D المعماري الانشائي وكهروميكانيكال ما بفهمهاش غير اخر مشروع. وبتحصل فعلا ان انت تكون في اخر المشروع وتكتشف مثلا ان المعمار قصده ان هيبقى فيه هنا 2 روف فوق بعض بينهم 10 سم، فمش واضحين. تمام، في 37% من الماتيريال المستخدمه في صناعه الانشاءات مهدره، يعني بيحصل تقطيعات مثلا مش مظبوطه، فتروح هناك يعني انت عامل حساب مثلا ان الحاجه دي هتتقطع مثلا 2 متر 2 متر 2 متر وليكن الضغطات بتاع التكييف، فتروح هناك تلاقي نفسك محتاج مثلا نص متر، فتقطع والباقي مثلا تحاول تستخدمه وتلاقي هالك. بعد ما عملت الشغل بتاعك تفاجئ ان في حاجه تانية خبطه فتضطر تكسر. يعني في مستشفى مثلا في دوله من الدول، بعد ما عملوا الشغل الانشائي وكان في كاميرا، ولقوا ان في ضغط تكييف، فضغط التكييف ده لو نزل من تحت الكاميرا وطلع تاني هيبقى في نزول جامد، بحيث ان هو هيبقى
هيوصل لأقل من 1.80 متر، فاضطروا إن هم يكسروا الكاميرا واضطروا إن هم يزودوا الأعمدة عشان المبنى ما يقعش، فدخلوا في مشاكل كتير جدا. ليه؟ لأن ما حلناش المشاكل دي في البداية في مرحلة التصميم، لا إحنا جينا نفاجأ بالمشاكل دي في الموقع، فده بيعمل مشاكل كتير جدا. عندنا شينج أوردر كتير اللي هي أوامر تعديل أو أوامر تغيير، وانت شغال تلاقي في امر تعديل جالك، لا ده هو عايز يغير دي، لا ده عايز يضيف دي، لا اصل هو ما كانش متخيل الموضوع هيحصل بالطريقه ديت، لا وانت شغال فاضطر مثلا تكسر غرف وتعمل غرف جديده، واضطر مثلا تهد حيطه وتبني حيطه ثانيه، دي كلها تكلفه. اثناء صناعه البناء بيبقى فيه كربون جديد كتير بيحصل، فاحنا محتاجين ان احنا نهتم بالموضوع ده. ده هي صناعه السيارات بتنطلق، وكل يوم بيحصل تطورات وتطلع حاجات جديدة وحاجات دي. بينما صناعة الإنشاءات تقريبا نفس الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها من 40 سنة، مفيش فيها أي تطور خالص. دي برضو جدول المخطط اهوت، ده هتلاقي إن حتى صناعة السيارات كل شوية بيبقى فيها تطورات، بيبقى فيها العدد الناس اللي بتشتغل فيها بتقل، إنما هنا الصناعة بتاعت الإنشاءات مفيش حاجة حصلت فيها تطور رهيب إلا البيم. يعني كان في دكتوراه في استراليا في الاختراعات، فقال لك الاختراع الوحيد اللي حصل خلال 50 سنة عمل نهضة في الكونستراكشن هو موضوع البيم، لأنه قدر يدخل كذا تكنولوجيا تانية زي الاوجمانتد رياليتي والفيجوال رياليتي، ودي عملناها فعلا في كذا مشروع، يعني شفتها انا بعينيا، جبنا المالك ولبسناه نظارة فيرتشوال رياليتي وخلينا نمشي جوه المبنى، كان مسجد وكده، وقال لك الله ايه ده، هو ده اللي انا عايزه، تمام، بس انا مش عاجبني العمود ده شيله العمود دوت. طب تخيل بقى بعد ما تبني المبنى كله يقول لك لا شيل العمود دوت، هتعمل فيه ايه؟ العمود مش الراجل، يعني اكيد يعني هتشيله، يعني هتعمل ايه؟ فهي عندنا دلوقتي في صناعة البناء في عندنا جزر منفصلة، كل جزيرة لوحديها، السبلاي تشين لوحديها، الفورد موديلنج لوحديها، الانتريور ديزاين لوحديها، الفساد لوحده، مش مقصود بيه الفساد، لا الفساد اللي هي الواجهة الريال تايم لوحديها. احنا بقى محتاجين تكنولوجيا تخليهم كلهم مرتبطين مع بعض وتنظم الشغل ده، ساعتها العقود هتبقى أسهل وأوضح. عندنا عايزين ننظم المعلومات بدل ما هي كل المعلومة لوحديها كده، لا تبقى منظمة وكل واحد يعرف المعلومة اللي هو هيحتاجها فيه. طيب خلينا نبص كده على الصورة ديت عشان نفهم موضوع البيم اهوت. ده شباك في الكيت، تمام، ايه المعلومة اللي انا ممكن اخدها؟ ممكن ارسم دايمنشن فاعرف الطول والعرض بتاعه، تمام. طيب هنا بقى في البيم انا بعرف بقى اليو فاليو قد ايه، المنتج ده موجود فين، التكلفه بتاعته، ممكن اربطه بالجدول الزمني وادخل تاريخ الشراء وتاريخ التركيب وتاريخ التكسير وادخل فيه اسم المصنع وكل المعلومات دي. ففي اي لحظه اعمل سيلكت على الشباك دوت ويندو اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها، فدي ميزه كويسه جدا. انا كمدير للمشروع اقدر احصل على اي معلومه لو انا عندي الموديل بيم. طيب ايه هو البيم؟ احنا قررنا الكلمه دي كتير وعايزين نعرف ايه هو، لان كل واحد بيتخيله كمزاجه على مزاجه. يعني مثلا لو انا عندي فيل، في واحد يقول لك ده مروحه، واحد يقول لك ده وول، واحد يقول لك ده عمود، واحد يقول لك ده شجره، واحد يقول لك، يعني كل واحد يشوفه على مزاجه. فاحنا نقدر نقول ان هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، او بيلدينج انفورميشن مانجمنت، او بيتر انفورميشن فور مانجمنت. يعني هي حاجه خاصه بالمباني، ما ينفعش ان انا اعمل بيها حاجه تانية غير المباني، ولازم ادخل فيها المعلومات. يعني لو انا رسمت كله 3D بس ما دخلتش المعلومات ما بقاش مباني، ما بقاش بيم، لا لازم يكون كل عنصر عامل عليه سيلكت فيه المعلومات اللي انا محتاجها ويكون 3D، ومن 3D هيبدأ يظهر عندي ال 4D، هيظهر عندي ال 5D 6D 7D 8D لحد ما لا نهاية من ال D. 3D أنا شايف طول وعرض وارتفاع، ال 4D بضيف ليه بعد الزمن، فببقى شايف المبنى هو البنيان، ده أشوف الأعمدة الكاميرات و خطوة خطوة بحيث أتخيل اللي هيحصل، ولو في كليشات في الوقت، يعني مفيش حاجة خبط في حاجة، بس في الوقت المفروض دي قبل دي أو ما ينفعش الاتنين دول مع بعض،
انا هنتبه ليها. الفايف دي ببدأ اضيف تقدير التكلفة. السكس دي ببدأ اشوف انسب حاجة عشان المبنى ده يكون صديق للبيئة. السيفن دي اللي هي فاسيليتي مانجمنت، اللي هي ادارة المبنى بعد ما المبنى يخلص. تمام. الايت دي غالبا هتبقى سيفتي، اللي هي ان انا طول الوقت بحافظ على السيفتي بتاعت المشروع بحيث ما تحصلش اي حوادث. تمام. طبعا في حاجات تانية كتير بعد كده، بس هما دول ابرز حاجات. احنا قعدنا فترة طويلة جدا نرسم بالايد، يمكن ما قبل الميلاد لحد سنة 1982، وبعد كده بدأنا من 82 لغاية حديثا فضلنا نشتغل على نظام الكيد، كمبيوتر اي ديزاين او اي درافتسمان. وبعد كده مثلا من بداية 2000 بدأنا نتعرف على البيم. ده الشكل مثلا مبنى المباني، بتلاقي الحاجات بالشكل دوت، تقدر تشوف الكليشيهات بين المعماري وبين الانشائي وبين الكهروميكانيكال. فبتلاقي تعمل طول ما انت ماشي في المشروع اللي بتطور في الموديل. تمام. من اول ما بيبقى فكره تبدا تعمل حاجه كده بسيطه، وبعد كده تحط معلومات اكتر، تزود اكتر، تعمل اناليسيس، دوكيومنتيشن، فابريكيشن، اثناء الكونستراكشن، اثناء الاوبريشن، تشغل المبنى، وانت بتهد المبنى تاخد الموديل وتدخله على برامج تحدد لك افضل حاجات. تمام. يعني ممكن يقول لك انت لو كسرت الاربع اعمده دول البيت كله يقع. تمام. لو انت فاكرين قصه جزاء سمنار، اللي هو واحد بنى مبنى للملك والمبنى كان جميل جدا، وقال له على فكره في طوبه لو حركتها المبنى يقع، فراح مموته ورماه من فوق المبنى بس ما عرفش. فبرضه في برضه ممكن بعض الاساليب الانشائيه في بعض الاعمده ممكن تاثرها، يروح المبنى يقع من غير ما يميل على اي جنب من جوانبه ويدور المباني اللي حواليه، لا ينزل في نفس المكان بتاعه. ده في فيديوهات ليها كتير جدا لهدم المباني دي في اليابان. ميزة الموضوع دوت ان احنا بنربط كل التكنولوجيا والعمليات والبيوسد والاشخاص والانفورميشن، لازم تكامل كامل عشان يحصل فيه بين. ومهم جدا موضوع العقد، لان في حيل كتيرة في الموضوع دوت. تمام. طيب خلي في بالك ان ساعات البيم بيكون تكلفة زايدة على المشروع بسبب العقد. تمام. يعني ايه بسبب العقد؟ يعني دلوقتي في شركة عملت الديزاين وقالت لك انا هعمل الديزاين بس وهقف وحد تاني يكمل. تمام. في العقد ما قاليش ان هو يديني بيم، هو قال لي ان انا هعمل لك الديزاين، هتسلم لي ايه؟ هسلمك كاد وبي دي اف. تمام. طيب خلص المشروع وراح مديها لي، انا واثق مليون في المية ان هو عامله بيم، بس هو في العقد قال لي هديك كاد، ما قاليش ان هو هيديني الملف الاصلي. فانا لما بجيب شركة تكمل بقول لها خد الكاد ده حواليه البيم، فتيجي تقول لي ما هو ده اصله مهم بس انا ما عنديش الملفات، فترجع الشركه تقول لك لا ده بفلوس اكتر من الفلوس الاولانيه، فبقيت تدفع فلوس مرتين لان في العقد مش كاتب ان انا اخد الملف الاصلي. تمام. ليه؟ خلينا بقى نغوص في الاعماق شويه. ليه الشركات ما بتقدرش تديك الملف الاصلي؟ اولا يقول لك انا تعبت فيه وفي فاميلي وفي حاجات خاصه بيا. ثانيا يقول لك انا لو اديته له خلاص هجيب اي شركه تانية واكمل، لا انا افرض عليه ان هو يكمل معايا او يديني مبلغ زياده او ممكن ابيع له الموديل دوت. تالت حاجه هو عارف ان انا لو اداني الموديل هبدا اعمل شيك واقدر اطلع له غلطات كتيره جدا، انما هو بيقول لا انا لو اديته كاد او بي دي اف مش هيقدر يعمل كلاش ديتكشن ويكتشف فين المشاكل. في مشروع من المشروعات كان المشروع طول وكان في مشاكل كتيره جدا، وكان في بعض الاطراف ما يفهمش بيم خالص، ما كانوش عاملين عقد خاص بالبيم، فكان في مشاكل كتير جدا. تمام. وكل طرف شايف ان هو صح، فكان في شركه هي اللي عامله الموديل وقالت على اشوف الموديل ده مظبوط ولا لا. فانا في الاجتماع، في قلب الاجتماع بقول له انت عندك كام كلاش؟ قال لي زيرو كلاش. فقلت له بص، يعني مبدئيا يعني عشان انا شغال بقالي فتره مفيش حاجه اسمها زيرو كلاش، مستحيل مستحيل مبنى كبير بالتعيد دوت ويطلع زيرو كلاش، لازم هتطلع فيه كلاشات مش هتقدر تحلها ونقعد نحلها مع بعض ونبتكر لها حاجه. فزيرو كلاش ده معناها ان في حاجه غلط، اديني الموديل. تمام. ففتح الموديل، فتحت النفس وركس هو مظبطه، راح قال لي بص هو زيرو كلاش. قلت له لا معلش سيبني انا اعمل كلاش سيكشن بمزاجي. قلت له هات لي قلت له اعمل كلاش سيكشن بين
الإنشائي والتكييف، فطلع تقريبا مثلا تحط 7000 كاش من يعني ايه، من زيرو كلاش. ايه ازاي وش ازاي؟ وبدأ يتصل بالناس زي الحاوده، ده في واحد هنا بيستعبط بيقول في 7000 كلاش واحنا الموديل بتاعنا المفروض زيرو كلاش، ازاي الكلام ده؟ قلت له بص، يعني اللي يثبت لك ان هو في زيرو كلاش في حاجه اسمها نظريه الوزه البيضاء، الوزه السوداء، ان لو انت جبت لي 1000 وزه بيضاء وبتقول ان مفيش ولا وزه بيضاء سوداء، لو انا جبت لك وزه سوداء تمام، يبقى انت كده النظريه بتاعتك غلط تمام. يعني لو قدرت اجيب واحده بس كلاش واحد، يبقى انت كلامك كله غلط. خلاص تعالى نمسك كلاش فيهم، وقلت له وريني مكان الكلاش ده فين، فراح جايب لي الكلاش. فبنبص لقينا تقريبا في اللقطه دي، في لقطه الكلاش دي في 7 كلاشات مع بعض تمام. الانشائي خبط في الضغطات، خبط في حاجات فوق، حاجات تحت في السيلينج. فبشرت قلت له بص، انت عامل الكلاش بشكل خاطئ، وعشان كده مش عايز الناس تبص على الموديل، وعايز تخرج من المشروع، عايز تاخد فلوس وخلاص. اتاري هو بيحل الكلاش بين الكهروميكانيكال، وعامل كل انواع الكلاشات بين التكييف والصحي وبين التكييف والكهرباء، بس بيطلع فوق الدور وينزل تحت السيلينج ويخبط في الاعمده والكاميرات، ومش فارقه معاه تمام. هو عايز بس يطلع لك ورقه معتمد، الناس مش فاهمه ايه هو البيم، بس ساعه التنفيذ لان هو مش منفذ بيم مظبوط هتحصل مشاكل. فقلت له لا، ده مش بيم مظبوط، وما فيش حد يديله فلوس غير لما يسلم موديل كويس ما فيهوش المشاكل دي تمام. فهي لازم الناس تسلم الموديل. يعني لو حد سألك سؤال، الموديل المفروض يبقى مع مين؟ مين صاحبه؟ صاحب المشروع، مش الشركة اللي عاملة الموديلينج. فده لازم يكون موجود في العقد. لو مش موجود في العقد مين صاحب الموديل، ده ممكن يعمل مشاكل كتيرة جدا. في آخر المشروع الشركة المالك يقول لك أنا عايز الموديل، فاللي عمل الموديل يقول لك لا انا مالي، انا متفق معاك ان انا هديك الكاد او بي دي اف او كده، او الموضوع لم يذكر صراحه ان انا اديك الملف الاصلي، او انا هصدره لك اي اف سي، او هصدره لك نفس وركس، بس الملف الاصلي ده فلوس تانية غير الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. فعشان كده لازم في العقد تصر ما دام الموديل معمول بيم ان انت تسلمه لي بيم ايا كان سوفت وير، بس لازم تديني ناتيف فايل. يعني مش كفايه ان تقول له بيم فايل، بيم فايل ممكن يصدره لك اي اف سي ولا اي اف سي عشان تفتحه على البرنامج بتحصل مشاكل. عشان نكون صراحه، ان اي اف سي ده ملف عاملاه بيلدنج سمارت، ودي شركه متخصصه غير هادفه للربح. واول ما تسمع كلمه غير هادفه للربح دي تعرف انها بتكسب كتير. عملت الشركات اللي هي متخصصه في صناعه سوفت وير البيم، بحيث انها تعمل لغه مشتركه، فعامله ملف اسمه اي اف سي، تقدر تصدر الشغل من اي سوفت وير لاي سوفت وير اخر، وبيسموه ملف اي اف سي، تقدر تقراه من اي مكان. طيب خلينا نشوف دورة حياة المنتج. ان انا بيبقى عندي الموديل اهوت تمام، في مرحلة البناء او في مرحلة البلانينج لسه بنخطط، بيبقى عندي بعض الحاجات. ولما ندخل في الكونسبشوال ديزاين بتراجع عليها، معلومات بتطير شوية، في معلومات بتفقد عشان التحويل من حاجة لحاجة، وبعد كده الشركة التانية بتيجي فالمعلومات بتقل، المعلومات بتقل، المعلومات بتقل. الكونستراكشن بيبعت الملفات للاوبريشن عشان ينظمها، بيدعم منه بشهر، وفي معلومات كتيرة ما اقدرش ادخلها وترمي. اللايف سايكل انفورميشن مانجمنت اللي هو نظام زي البيم، في كل مرحلة من مراحل نفس الموديل بزود عليه معلومات، بزود عليه معلومات لحد ما في الاخر يجي لي المنتج بشكل قوي جدا يقدر يستغله الفاسيلتي مانجمنت. واحنا بنشتغل بنظام الاي بي دي، انتجريتد بروجكت اي بي دي ديفلوبمنت. دلوقتي انا عايز الفاسيلتي مانجمنت وسستينابيلتي وكل اطراف المشروع يكونوا موجودين من اول يوم، ويقولوا ايه اللي هم عايزينه تمام. لان ممكن انا احط خامات معينه مش هتنفع مع الاوبريشن، مش هتنفع مع شغل المبنى، فيقول اللي غير لي الحاجات دي بعد ما كنت اشتريتها وحطيتها في الموقع تمام. انت اشتريت مثلا حاجه لونها اسود، ويقول لك لا المشروع ده مثلا موجود في الدول العربية، ففي حرارة ما ينفعش اللون الأسود، لازم يبقى لون أبيض. طب ما ده أنا اشتريته وشحنته من روما وجيت حطيته في الموقع، يقول لك لا رجعه وأنا عايز حاجة تانية. فلازم يكون موجود معايا من أول مشروع تمام، على أساس ما تحصلش مشاكل. Building Information Model، ده هو الموديل زي ما أنت شايف، تقدر تعمل سيلكت، تقدر تشوف كل حاجة. فهو عبارة عن 3D، أساس بتاعه 3D، بس في معلومات يأهل إن أنا أدخل في 4D وال5D وكل الديهات اللي هتيجي بعد كده. فطول دورة حياة المشروع بنبدأ نضيف المشروع.
لو انا في العقد مش قايل له ان انا هستلم بيم وفي شركه تانيه هتكمل، هتلاقي توقف المشروع لحد ما تبدا تحول الكاد لبيم. تحويل الكاد لبيم يبقى كده في غلط في الموضوع، ضيعنا الوقت. ده انا بريف داتا، وبعد كده ال او دي. ال او دي اللي هي ليفل اوف ديفلوبمنت، ان انا بطور المعلومات او بطور الموديل بتاعي. المية ببدا احط كونسبت بسيط بدون ما ادخل في التفاصيل، لما باخد ابروفال على الفكره ببدا اطورها، احط بعض التفاصيل سكيماتيك ديزاين، بعد كده بحط الملفات اللي انا محتاجها، وبعد كده ال او دي 400 اللي هي شوب دروينج والاي اف سي ايش فور كونستراكشن، يعني مش الاي اف سي اللي بتاعت البيل. وبعد كده ندخل بقى في الفاسيلتي مانجمنت او الاسبلت اللي هو ال او دي 500، وبعد كده اديله بقى اسيت مانجمنت سيستم. طيب يبقى احنا عندنا في حاجات لازم هتدخل في الموديل، زي ان انا هرسم حاجه 3 دي جيومتري، السبيس، الماتيريال، الاكوبانسي، البرفورمانس، بس هيطلع لي بقى حاجات كتير. الوقت اللي انا هاخده في ان انا ادخل المعلومات ده هو مساوي او اقل من الوقت بتاع الكيت، بس ما تقارنليش بين اول مشروع تعمله بيم مع مع واحد ناس خبره بقى لها 30 40 سنه. لا، لو ناس نفس الفتره بتاعت الخبره هتلاقي البيم ما بياخدش وقت، تلاقي المكتبه جاهزه وحاجات زي كده. بعد كده هيطلع لك بقى الاوبريشن مينتيننس، هيطلع لك تعمل الاناليسيس، تعمل كل اللي انت عايزه في مشروع بيب، كانك انت عملت المشروع ده 10 مرات قبل كده ومعندك كل المعلومات اللي متوفره. فده يسهل عليك كتير جدا ويخلي الموضوع يتم بسهوله جدا. فالبيم تقدر تعمل منه بيلدنج انفورميشن موديل، تقدر تعمل منه الاي ار بي، تقدر تعمل منه جي اي اس، تقدر تعمل منه بيلدنج اوتوميشن سيستم، تقدر تعمل منه انرجي، تقدر تعمل منه لايف سيستم سيفتي، لايف سيفتي سيستم، وهكذا. تقدر تعمل فاسيلتي مانجمنت. طيب عشان تاخد قرار كمدير للمشروع، تمام، لازم يكون عندك معلومات. البيم هيقدر يديك المعلومات الصحيحه right information in the right form from the right person، من شخص سليم at the right time. ده الميزه بتاعت البيم. فبدل ما تلاقي ارقام كده ملخبطه، لا، هتلاقي جداول بشكل شيك، هتلاقي حاجه 4D 5D، هتلاقي المعلومه تقدر تفهمها بشكل قوي. تمام، في بعض الحاجات اوراق بتسهل علينا الشغل، يعني في بعض الوثائق زي مثلا في الكود البريطاني في البي اس 1192، وفي الجزء الاصدار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، كل الاكواد دي تمام اجباري في بريطانيا، تمام، وهي مجانيه، تقدر تحملها ببلاش وتشتغل بيها في المشروع بتاعك، حتى المشروع بتاعك في مصر، قطر، الامارات، السعوديه، في اي دوله تقدر تشتغل بيه بدون اي مشاكل خالص. تمام، بس في بريطانيا اجباري. عندك انت بقى بتحاول تخليه اجباري من نفسك على اساس الناس كلها تلتزم بالارقام ديت. تمام، ده هيسهل لك كتير في موضوع العقد، ان احنا اتفقنا بدل ما تقعد تكتب 100 سطر هتقول له امشي على نفس الاسامي اللي موجوده في البي اس 1192، فرحت دماغك من حاجه كتير جدا. هتقول له احنا في هنا هنشتغل في اي حاجه مش هنتفق عليه، اي حاجه لم تذكر هتذكر في البي اس 1192، خلاص كده انت وفرت كتير جدا. دي حاجه طالعه جديده اسمها الايزو 19650، وهو يعتبر نفس الاكواد اللي فاتت دي، بس عملوها بشكل اشيك شويه، بس هيدفعك فلوس كتير قوي. فانت لو هتشتغل اشتغل على البي اس 1192، وسيبك بقى من ان انت تاخد شهاده في الايزو وهتاخد كذا وهتاخد كذا، الحاجات دي هتكلفك كتير جدا. لو انت شركه كبيره وعايز بقى تتمنظر وعايز كذا وعايز كذا، ادفع وابعت لي النسخه، تمام، لان هي فعلا غاليه. طيب في برضو حاجه اسمها السي اي سي بروتوكول، ده برضو من بريطانيا، تقدر تحمله من هنا، وطبعا هيدخل في الايزو قريب وهيخلوه تصورك كلها هتظهر هناك. فعشان كده لازم احنا كدول عربيه يعني خاصه بينا، ولا هنقعد ندفع فلوس كتيره في حاجات كتيره. طيب دي بعض النقاط الاساسيه. السي اي سي بين بروتوكول هو صغير بس بيحاول يحط لك النقط الرئيسيه، يقول لك فكر في بعض النقط اللي عملت مشاكل في مشاريع قبل كده. تمام، بدل ما الموديل موجود واحنا مش هنستلمه عشان في كذا، او لا ده انتوا عاملين كله ما فيهوش الانفورميشن اللي احنا عايزينها، او مش هو ده المستوى اللي احنا متفقين عليه، لا ما هو مش مكتوب في الموديل، لا انا ما كنتش فوجئت. يعني لو واحد اداك الملف البيم مثلا وكل ما تعمل سيلكت تلاقي جينيريك موديل، طب ما ده مش بيم. فهو بدل مثلا ما يحط لك تفصيل الحيطه،
لا حاطط لك بس ايه لير واحده وخلاص، فلازم نكون متفقين. فهو العقد هنا بينبهك لبعض الحاجات، هنا بينبهك مثلا ده الملحق بتاع السي اي سي، بيقول لك مهم جدا كل واحد مسؤوليته ايه. هنكتب مثلا ان فلان هو المسؤول عن كذا، بس فلان ده ممكن يكون شركه معينه، او نتفق مثلا المعماري مع الشركه الفلانيه ما عدا مثلا الجزء بتاع الفساد مع الشركه التانيه، لان هي السبلاير اللي بتعمل لنا كذا، وانت تسلم لي ليفل اوف ديتيل 400 طبقا للكود اللي مثلا بينفورم. فاحنا كده خلاص اتفقنا، مش هنيجي بعد كده واحد يقول لك لا انا الجزء ده مش عليا، تمام؟ يعني اقدر مثلا الانشاء قال لك لا التسليح مش عليا، تمام؟ امال مين؟ ما اعرفش، مش تبعي، المفروض تجيب واحد خبير، او لا مش هيفيد المشروع، تمام؟ ده احنا هتكون حاطينهم في التسعيره. فكل الحاجات دي لازم نكون متفقين عليها عشان ما تحصلش مشاكل، لان انت لما تروح المحكمه وتقعد بقى تشرح له، الراجل ممكن يوقف لك القضيه لحد ما يفهم ويقعد يدرس الحاجات دي، تمام؟ هنا برضو الاي اي ار، المالك عايز ايه، دي من ضمن الحاجات المهمه قوي، ان انا مش هعمل الحاجه اللي على مزاجي، انا بعمل حاجه اللي على مزاج الراجل الامبلوير اللي هو المالك للحاجه دي، لازم اقعد معاه واعرف ايه اللي هو الحاجات اللي عايزها، ولازم اقعد مع الفاسيلتي مانجمنت ونعمل حاجه اسمها اسيت انفورميشن ريكويرمنت، ونبدا نشوف المنظمات اللي موجوده او المنظمه اللي موجوده او قوانين الدوله اللي هو اي ار، ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم احنا نشتغل عليها، تمام؟ اقدر مثلا المالك قال لك انا بالنسبه لي حاجه اساسيه عايز 4 5 سباحة في الفيلا مثلا، فيلا كبيره وعايز فيها 4 5 سباحة، وانت قلت له هعمل واحد كبير وخلاص، لا ما هو هيقول لك ادهم اعملهم تاني، فلازم اكون عارف هو عايز ايه، تمام؟ انا عايز البرج ده كله هيبقى تاجير او مكاتب او شقق سكنيه حسب ما هو عايز، لان هو اللي معاه الفلوس، تمام؟ السكيورتي ريكويرمنت دي برضو لازم تكون واضحه، ومثلا انا المعلومه بتاعتي راح تتحط في مكان معين او كذا، فكل دي لازم تكون موجوده في العقد، لان ممكن في العقد يروح قايل لك ايه، وده حصل، كان في شرط في العقد ان هو ما يبقاش على سيرفر في امريكا، ففي بعض السوفت وير السيرفر موجود في امريكا، كل ده مرفوض لان الامن عندهم او المشاكل دي ما فيش قوانين بتجرمها عكس اوروبا، لو في اي حد خد معلومة ممكن نعمل له مشاكل، تمام؟ فلازم نكون متفقين. طيب بقعد مع المالك وابدا افهمه ايه الحاجات اللي هو ممكن ياخدها من البيم، واقول له علم، لا ده انا عايز كل حاجة في البيم، يعني كل حاجة في البيم هتكلفك 2 مليون، لا ده كتير قوي، خلاص عشان كده بقول لك عندك 1 2 3 اختار منهم اللي انت عايزه، وانا هشرح لك كل واحد فيهم واقول لك ايه اللي يفيدك، وانت هتختار اللي انت عايزه هدولك، لازم هيبقى في 3D. طيب الاسيت مانجمنت هل انت مهتم بيها؟ لو مهتم بيها ماشي، لو انت بالنسبه لك اهم حاجه التايم وكوست خلاص نشيلها. فدي مهمه جدا، الورقه دي بسيطه جدا بس هتسهل عليك شغل كتير. لو اي حد عايز الورقه دي او اي ورقه تانية او عنده اي اسئله يكلمني وتحت امره ان شاء الله. طيب دي ورقه بتوضح لي موضوع بعض الحاجات. طيب العقد منفصل عن دول، بس لازم يكون دول ماشيين معاك. العقد ممكن يبقى ورقتين بس او اكتر، بنتفق على النقاط الرئيسيه اللي لو خالفتها العقد هيبقى باطل، يعني ما ينفعش نحط في العقد انواع الليارات، والا لو واحد عمل لير غلط الطرف الاخر من حقه ان هو يفض العقد لان انت عملت لير مش مظبوط، او ما ينفعش اكتب في العقد اسامي المهندسين، لا ده انا بكتب المشروع ده هيتعمل كذا كذا كذا، وهنمشي على البيم اكسشن بلان اللي موجوده، وهنفهم يعني ايه بيم اكسشن بلان، والفلوس اللي هتدفع مقابل الخدمات دي كذا، تمام؟ طيب فلازم في ورقه بتعمل حاجه اسمها الاي اي ار. الاي اي ار دي ممكن المالك هو اللي يعملها ويحطها، يا اخوانا عندنا مشروع في دي الاي اي ار اللي هيقدر يوفي بيها اهلا وسهلا واتصل بينا، او ممكن المالك يقول انا عايز اعمل مشروع، تعالوا اقعدوا معايا واعملوا الاي اي ار اللي انتوا عايزينها، تمام؟ فممكن الاثنين ينفع، تمام؟ ممكن لو شركة ليها سابقة أعمال وفاهمة الحاجات دي تروح قايلة والله إحنا عايزين نعمل كذا 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 كذا، على سبيل المثال إحنا عايزين الليفل أوف ديتيل، عايزين يبقى في تريننج موجود معين، عايزين يبقى في كذا، ده اللي المالك عايزه من المشروع، تمام؟ خلاص بدأنا نعملها، هنعمل بيم اكشن بلان، ده اتفاق هيبقى في واحد قبل العقد وواحد بعد العقد. قبل العقد ما يبقاش فيه
تفاصيل كتيرة لأن لسه ما اتفقناش. ممكن يكون هو عامل ليه اي ار دي مع كذا حد، وممكن يكون واخد بيرمشن بلان من أطراف كتيرة، فما نستعجلش ونقعد نخش في التفاصيل واحنا لسه ما اتفقناش. أول ما بنتفق بنعمل بوست كونتراكت بيرمشن بلان، بنحول البري كونتراكت لبوست كونتراكت، ونبدأ بقى نحط تليفونات الناس وإيميلات الناس وهنتواصل إزاي وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. بيرمشن بلان بنحط فيها خطة الشغل وهنسلم ازاي وهنعمل ازاي وتصورنا للمشروع هيبقى عامل ازاي وطريقة تبادل المعلومات هتبقى عاملة ازاي وكل الحاجات اللي الملك عايزها هنقدر نأديها ازاي. مضينا العقد تمام، خلاص اتفقنا على الحاجات، خلاص بنعمل بقى ايه التفصيل بتاعتها والتواريخ، لأن ممكن تعمل بيرمكشن بلان وتقعد 5 6 شهور لسه بتتفق ولسه ما تدش العقد. لما بتمضي العقد بقى بتبدأ تحط التواريخ اللي انت شايف انها تنفع تسلم فيها المشروع. طيب دي بعض ال بيم دوكيومنتيشن اللي هتفيد في الشغل بتاعنا، في ال بيم ريكويرمنت اللي هي اللي هتبقى امبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي هي اي اي ار، وده هيدخل معانا السي اي سي بروتوكول، بنشوف الاتفاقيات وبعد كده هيطرح، وبعد كده سبميشن هيبدأ بقى نعمل بري كونتراكت بيمشن بلان، وبعد كده نشوف السبلاير هل هتقدر تعمل الحاجه ديت. البنكشن بلان انا معاك كذا واحد هيساعدني سبلاير او مورد، فهل هتقدروا تديني التواريخ دي ولا لا، فبنبدا نشوف الموضوع دوت، وبعد كده نعمل التندر حقيقي، وبعد كده في العقد، والعقد بقى هيدخل معايا الاي اي ار والسي اي سي والبوست كونتراكت. طيب لو في تعارض، لو في تعارض بين العقد والبنكشن بلان واي ورقه ثانيه في المشروع، أنا الأقوى؟ العقد أقوى، يعني لو العقد ذكر فيه ال ودي 400 ودي مشكلة حقيقية أنا كنت حاضر فيها تمام. العقد كان مكتوب فيه إن هو هيسلم ال ودي 350 ال ودي 350، والبيم اكشن بلان وكل الكلام وكل الاجتماع كانوا بيقولوا 300، أنا الإلزامي العقد، فقالوا له الشركة كده يا إما تدينا 350 زي ما العقد بيقول انت ماضي على العقد وموافق على العقد، يا اما تدفع فلوس لشركه تحول لنا ال 300 دي ل 350. قال لك لا انا مش عارف هو عامل غير 300، والفرق ده خدته شركه وانا هدفع لها الفلوس تمام. فخلي بالنا من النقطه دي، العقد اقوى. لو انت كتبت حاجه مختلفه عن البنكشن بلان، لا العقد هو اللي يمشي، العقد هو ده الوثيقه القانونيه الاقوى اللي يعني ممضي عليها من الناس الكبار، وهي دي اللي ما بقاش فيها غير الكلام الواضح، وتبقى 3 4 ورقات بس، هم دول ايه اللي فيهم الحاجات الاساسيه جدا. البيرمكشن بلان ممكن ندخل في تفاصيل فيها، وكنت افضل ما تخش في تفاصيل لان لو دخلت في تفاصيل محدش هيقراها تمام. يعني 40 50 ورقه كفايه تمام، فيها التليفونات وفيها تفاصيل المشروع وتفاصيل التسليم والحاجات دي كلها. طيب هنا بقى لما بندخل بقى في البيم بنلاقي في وظائف داخل الجديدة تمام، يعني بس بتلغي وظائف أخرى. يعني البيم بيبقى داخل عندي حاجة اسمها بيم مانجر، بيم كوردينيتور، وهيبقى مثلا الحصر مفيش حصر، أي واحد في المشروع هيطلع لنا أول حصر، مش محتاج لقسم خاص بالحصر، فأنا لازم أكون فاهم طبيعة البيم هيضيف لي إيه وهيحتاج مني إيه، وهيبدأ نمشي في المشروع ده ازاي. البيم هيبقى عندي مثلا ممكن المشروع يكون فيه جزء بره المبنى، فنحتاج مثلا حاجه زي السيفل 3 دي، محتاجين ريفيت، محتاجين بيم مانجر يدير الموضوع ينسق بين الاثنين. طب الجزئيه دي هتتعمل في البرنامج ده ولا البرنامج دوت، طب عايزين نضيف بعد رابع، عايزين نضيف بعد خامس، شكل العقد هيبقى ماشي ازاي، شكل التسليمات هتبقى عامله ازاي، هل هستلمني كل اسبوع ولا كل اسبوعين ولا كل شهر. فاحنا عندنا الاساس الموديل تمام، والاركتكت الانجينير كل الحاجات دي هندافع بقوه لو البيم كونتراكت مظبوط تمام. فلو انا ما عنديش بيم موديل خلاص ما فيش بيم اصلا، المشروع مش هيمشي خالص. لو ما فيش عقد كويس ما فيش تنسيق بين الاطراف، فما فيش شغل هيطلع مظبوط، هيحصل كل شويه خلافات. فلازم العقد يكون واضح مين عليه ايه ومين اللي ليه ايه ومين اللي هيعمل الموضوع دوت، وطريقة تبادل المعلومات تبقى عاملة ازاي.
فعندنا في الطريقه العاديه ما بيبقاش فيه تنسيق بين الاقسام، انما في البيم ونظام الاي بي دي بيبقى فيه تنسيق وبيبقى فيه تعاون من اول يوم في المشروع، ما بيبقاش فيه كل واحد بيرمي المشكله على الاخرين، لا احنا مسؤولين كلنا عن اتخاذ القرار، وكلنا مسؤولين عن ان احنا نوصل بالمشروع ده لشط الامان، فاحنا كلنا مسؤولين عن الموضوع ده. فعشان كده لازم يكون عندي في كولابريشن تعاون، لازم يكون في الموديل بيدار بشكل جيد، لازم يكون في إدارة للمعلومات بتاعة المشروع، التبادل للمشروع هيبقى عامل ازاي، المعلومات بتاعة المشروع هتبقى عاملة ازاي، ازاي هنقفل المشروع، ازاي نستفاد من المشروع، ازاي كلنا نحاول نخلص المشروع بشكل كويس، مش يبقى همنا ان كل واحد يرمي الحاجة على الآخرين. فاحنا عايزين نقلل المشاكل ونقلل شينج اوردر، فلازم يكون المعلومات كلها واضحه عند بقيه الاطراف، بحيث ما يجيش واحد في اخر المشروع ويقول لك لا على فكره انا عندي تعديله معينه او عندي حاجه معينه. فاحنا هدفنا من استخدام البيم ان احنا نقلل الشينج اوردر، اوامر التعديل او اوامر التغيير، او ان كل شويه يبقى في فاريشن، وقف الشغل، طب دي مشكله مين؟ يعني لو في حصل غلط، طب كل واحد هيقول لك لا ده المفروض يعدلها من غير ما يدفع فلوس، لا ده المفروض يدفع فلوس عشان اعدل. فعايزين نقلل المشاكل دي، اتخاذ القرار بيتخذ بشكل جماعي، ونبدأ نتبادل المعلومات والموديل موجود، مش حاجة اسمها المعلومة دي ما وصلتليش، وهكذا. في مصطلح مهم نفهمه في البيم اللي هو سي دي اي كوماند داتا انفايرمنت، وهو ان احنا بنعمل فولدرات معينة بتنظم الشغل بتاعنا، بحيث ان في فولدر ده شغل دوت لكل قسم لوحده اسمه ورك ان بروجريس، في فورد شيرد بحط فيه الملفات اللي انا شاركها مع بقية الاقسام، وفي فولدر اسمه بابلش اللي الشغل الخلصان ينفع يتبعت للعميل، وفي فولدر اسمه اركايف. في الجنكشن بلان بنحدد الاركايف ده هيبقى كل قد ايه، مثلا البابلش كل قد ايه، وهكذا، وازاي هنتبادل المعلومات مع الشركات الاخرى، هل هبعت لها ايميل، ولا هل في مثلا طريقه معينه للارسال. ممكن نتفق في العقد او في البنكشن بلان، انا افضل في البنكشن بلان ان مش هتبيع حاجه عن طريق الايميل، هتبيع كله عن طريق اي حاجه، مثلا في سوليوشن اسمه زي بيلدر بيخليك تتبادل المعلومات مع الشركات الاخرى. طيب في برضه بيبقى عندنا ماتريكس مسؤوليات، سواء على مستوى المشروع فيبقى معروف كل شركه هتعمل ايه، او الشركه نفسها تبقى عامله ماتريكس مين اللي مسؤول عن دي، مين المسؤول ان هو ينقل الحاجه من الورك ان بروجرس للشيرد، ومين المسؤول ان هو ينقل الشيرد للبابلش، ومين المسؤول ان هو يعمل اركايف. طيب عندنا انفو اكشنج، بقى في شخص مثلا معين هيبقى مسؤول ان هو يتبادل المعلومات، او ان هو هيبعت للناس، او ان هو يتشك على المعلومه قبل ما يبعتها. البيم امبلمنتيشن متفق مثلا ان هيبقى فيه سي دي اي، وهيبقى فيها بيم مانجمنت وبيم موديلنج وبيم كولابريشن، ولو في مالتي كونتراكت هزود مثلا حاجه معينه ديجيتال كونستراكشن، بحيث ننسق بيننا وبين بعض، ونتفق مثلا هنبدأ شغل ازاي، وهننسق مع بعض ازاي، وما نحاولش نكتب كل حاجة في العقد. هو البيم اكشن بلان يعتبر جزء من العقد، او يعني في العقد هنشاور عليه ان احنا هنشتغل على البيم اكشن بلان رقم كذا او كذا، بس ما بنحاولش ان احنا نحط تفاصيل كتيرة في العقد. في البيم اكشن بلان هنحدد بقى ازاي هنتبادل المعلومات، كل قد ايه مثلا المفروض اسلمك الحاجات اللي عندي، كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 3 أسابيع، كل شهر، الميتنج هيبقى عامل ازاي، هل هو هيبقى أسبوعي، ولا وفي مثلا اجتماع للتكنيكال واجتماع للبيم، ولا هو نفس الاجتماع. البيم هو عملية كبيرة جدا، مش مجرد موديل، لازم يكون فيه كل المعلومات، ولازم يكون مفيش حاجة اسمها واحد بيعمل موديلنج ملوش دعوة بالتكنيكال والتكنيكال ملوش دعوة بالبيم، لا هو نفس الحاجة، نفس التيم اللي بيشتغل عليها. فبنبدأ ننسق مع بعض، بنبدأ نتفق مع بعض على الاجتماع هيبقى في يوم كذا، خلاص الساعة كذا، يبقى محدش يجي بعد الوقت ده، الاجتماع هيبدأ الساعة 11، هيبدأ الساعة 11، وقبل الاجتماع بنحدد ايه النقط اللي احنا هنتكلم فيها، ومين اللي هيحضر، وما نتكلمش اي موضوع غير المواضيع ديت. وبعد الميتنج بنبعت ايميل تأكيد على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. وفي العقد في البيم اكشن بلان بنبقى محددين نوع الاجتماعات واماكنها وهتبقى كل قد ايه، وهنتبادل المعلومات ازاي، هل هتبعتها لها اف سي، ولا تبعتها لي الملف الاصلي،
بنبدأ نحط تفصيل لتبادل المعلومات. طيب نخلي بالنا إن إحنا لازم نهتم بالعقد. ممكن سطر واحد في العقد يخسرك المشروع كله بعد ما تشتغل فيه، تمام؟ يعني في بعض الحاجات مثلا بتبقى واحد ما ياخدش باله. يعني في عقد مثلا من المرات كان مكتوب ان من حق المالك ان هو يشوف الموديل ال 24 ساعه في اليوم في اي يوم في الاسبوع على اخر تطور، ده في العقد. يعني لو هو في يوم حاول يدخل وما شافش الموديل واضطر ان هو يبعت لك ايميل عشان تبعت له الحاجه، العقد كده بنحاول ان هو يفسخ العقد. فكان الحل ان احنا نلجأ لمنصه اونلاين زي زي بيلدر، زي بيم تراك، زي بنك 62، نحط عليها الموديل بحيث ان هو في اي وقت بيدخل بيكتب الاسم والباسورد يقدر ياخد المعلومات اللي هو عايزها. في مره من المرات في مشروع في مصر بدون ذكر اسامي البلاد، في القريه الذكيه وفي العالمين بدون ذكر اسامي المشاريع، كان في العقد ان انت لو ما عملت خلصتش المشروع خلال فترة معينة، تمام، في حاجات كانت سنة وفي حاجات 3 سنين، الأرض اللي أنت ما بنيتهاش اتسحبت منك وتدفع حقها تاني لو عايز تبني عليها. تلاقي نفسك مثلا دفعت 5 مليون بس عشان أنت ما قريتش العقد، ما قريتش الجزئية دي، هتدفع تاني، تمام؟ طيب في البيم برضه ممكن يروح كاتب لك إيه؟ إن أنت لازم تديني مثلا على ال LOD 500، فانت مش عارف ايه ال LOD 500، فتمضي وتفاجئ ان انت محتاج اسبلت ومحتاج تفاصيل كتيره. في كذا مره شركه تقول لي احنا في اخر المشروع، هم خلصوا المشروع وعملوا كل المشروع بالطرق العاديه، بس فاجئوا ان هم في حاجه في العقد قروها وما فهموهاش، اللي هي لازم تدينا موديل بيم، لازم الشغل يكون معمول بالبيم. فهم خلصوا المشروع خلاص، بس هم مطلوب منهم يعملوا موديل بيم، هيدفعوا اي مبلغ في مقابل ان هم يعملوا موديل بيم دوت، رغم ان هم ما كانوش حاسبينه في الحسبان بس هو موجود في العقد، تمام. طيب البيم ممكن يفيدني او ممكن يفيدني ان هو بينظم لي الشغل، بينظم لي الداتا، بيخلي الناس تشارك مع بعض في المعلومات. في العقد هيبقى الموضوع واضح ان مثلا ان الشغل كله هيتم بالبيم وكلنا هنتبادل معلومات الحاجات كلها، هيسهل لنا فوائد كتير جدا. بس المهم نكون فاهمين العقد كويس ونكون الامور كلها واضحه، ونخلي بالنا من اي تريكه. لو اي حاجه مش فاهمها ببعت له، يعني ناس كلمه بيم دي ما خدوش بالهم منهم ومضوا على العقد ومش عارفين اصلا ايه هو البيم. ممكن يكون في عاده مثلا انت لازم تاخد لي موافقه ليد، فالليد ده ليه تكلفه، وانا مع ان انت تاخد ليد بس تبقى عامل حسابك فيها، تبقى فاهم ايه اللي مكتوب في العقد، تقرا عقد كلمه كلمه، لو حاجه مش واضحه بتبعت ياخدنا الجمله دي مش فاهمها، لو سمحت حد يجي يشرحها لي. ده اللي بيل بتاعي لو اي حد عنده عايز يتواصل او فيه مشاكل. دي الكتب اللي انا اعتمدت عليها، جايد اوف ذا بروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، وي تو بي ام وبي اس 1092، وسي اي سي بي ام بروتوكول، ومقالات في بي ام اريبيا. وشكرا ليكم وجزاكم الله كل خير، وشكرا لفريق اعداد المؤتمر. طيب في سؤالين، ايه هو البيم ومين المفروض يكون الاونر بتاع البيم موديل؟ طبعا البيم هو ان انت تعمل تحط المعلومات في مكان واحد تقدر تستعين بيها في اداره المشروع. ده تعريف. ممكن واحد تاني يقول ان انا عايز كل المعلومات الفيزيائيه او الخاصه بكل عناصر البيم احطها في مكان واحد، بحيث ان احنا نقدر نعمل كلاش ديتكشن ونعمل حصر في اي وقت. ممكن واحد يقول ان انا اقدر لو اتحول لاي اف سي يبقى ده بيم. ممكن واحد يقول ان انا اقدر اعمل اداره لبيانات المشروع من خلال مجسم ثلاثي الابعاد، او ان انا اقدر اضيف ليه بعد رابع، او ان انا اقدر اخد سكشن 3 دي في اي وقت واي حاجه اعدلها في اي مكان تتعدل في كله، تمام. انا معرفش الاجابه اللي تعجبك جاوب عليها. الملك بتاع البيم موديل انت حسب رايك. انا قلت كلام ممكن ما يعجبكش، اللي هو ان المالك بتاع المشروع هو المالك بتاع البيم موديل، وما دام دافع فلوس والموديل ده اتعمل عشانه يبقى المالك. لك راي اخر، كل اجابه صحيحه، ما عنديش اي مشكله في اي اجابه. ده رايك الشخصي وانا محترمه وانا موافق عليه، تمام. مين الملك بتاع البيم موديل؟ زي ما انت شايف، في ناس بتقول ان هو اللي عمل الموديل هو اللي يملكه، في ناس بتقول العقد. فعشان كده بنقول العقد مهم جدا عشان يوضح البيم ده بتاع مين. ممكن تقول اللي عمل الموديل
هو هيبقى الملك بتاعه لو الملك بتاع المشروع عايز يشتري. دي وجهة نظرك، ولا كل كامل الاحترام والتقدير، وشكرا لكم جدا.